الحاوي بيأتي من على الدكة علشان يجيب هدفين أحلى من بعض ويقتنص الفوز من الإنتاج الحربي ويصل بالأهلي للنقطة 16 علشان الدوري يشتعل. موسيماني الشوط الأول خلى الإنتاج الحربي وكأنه ليفربول، والشوط الثاني رجع الإنتاج الحربي وكأنه بني عبيد. عشان نتكلم في كل حاجة في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك، فعل الجرس ده اول مره تشوفني، وكمان عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي بيخش مباراه الانتاج الحربي في حراسه المرمى محمد الشناوي، وقدامه بدر بنون، ايمن اشرف على اليمين، بيلعب باكرم توفيق، وحاجه ما كنتش فاهمها طول المباراه. ونادي الشمال بيلعب علي معلول، اتنين في نص الملعب، حمدي فتحي وقاري ديانج، قدامهم قفشه على الشمال، كهربا على اليمين، حسين الشحات، وقدام ولتر بواليا. في كذا نقطه وكذا حاجه لازم اتكلم فيها. اول حاجه ان الاهلي كان اللي انت يعني المعروف ان الانتاج الحربي هيخش متكتل دفاعيا، قافل الملعب دفاعيا، والاهلي هو ماسك الكوره وابتدي هو يهاجم الانتاج. ولكن فجاه دخلنا المباراه لان الانتاج الحربي هو اللي ماسك الكوره، هو اللي بيحاول يضغط الاهلي، هو اللي بيهدد مرمى الاهلي، هو اللي وصل لمرمى الاهلي اكتر من الاهلي وصل لمرمى الانتاج الشوط الاول. وده خلاني مستغرب ليه موسيماني بيلعب بالطريقه دي. كان المفروض موسيماني اول ما لقى الانتاج الحربي فاتح خطوطه وبيضغطك وعايز يجيب جول، كنت انت ترجع وتقفل المساحات وتلعب على المرتدات بالسرعات اللي عندك حسين الشحات وكهرباء وولتر بواليا، وتعتمد او تستغل المساحات بتاعت الانتاج الحربي اللي كانت سايبه لك كتير جدا في ظهرهم وفي خط دفاعهم علشان تقدر تجيب جول واثنين وثلاثه في الشوط الاول. لكن الطريقه اللي انت لعبت بيها اللي انت عايز تمسك الكوره واللي انت عايز تهاجم ومش ومدي مساحات للانتاج الحربي اللي هي تستغلها، ده كان بيخلي الاهلي الشوط الاول شكله سيء. وكمان اللي خلى الاهلي شكل اسوء النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها، وهو اكرم توفيق مش باك رايت. اكرم توفيق مش باك رايت، انت عندك محمد هاني وبديله احمد رمضان بكر. ليه خرجت رمضان بكر بره السكور تماما لاسباب فنيه وبتلعب اكرم توفيق باك رايت؟ انا مش فاهم. واحد يقول لي يا معلم انت بتتكلم في ايه، ده اكرم توفيق النهارده عامل اسيستين. مش مقياس، ولو مقياس ان كل لاعب يعمل اسيستين في مركز مش في مركزه مثبته فيه، الدنيا هتخرب في كره القدم. لكن اكرم توفيق مش باك رايت، وده شفناه في كذا مره. النهارده الناحيه الشمال بتاعت الانتاج الحربي كانت واكله على اكرم توفيق عيش. علي فتحي اللي ميت بقاله سنين، وفي لاعب كمان في نص الملعب انا مش متذكر اسمه كان بيميل ناحيه الشمال على اكرم توفيق عشان يستغلوا المساحه دي، وكانوا بيستغلوها وعملوا كذا عرضيه من الناحيه دي وهددوا مرمى الاهلي كذا مره من الناحيه دي. لكن ان انت تلعب اكرم توفيق باك رايت انا ما كنتش فاهمه من موسيماني، وخالد بلا شكله وحش. انت طب انت الاهلي بطل افريقيا وراح يلعب كاس العالم كمان شهر، مش عارف يبقى عنده باك رايت، محمد هاني مصاب، احمد بيكا مش عارف تلعب بيه، مش عنده باك رايت كمان بديل لو حد فيهم مصاب، تلعب اكرم توفيق في كاس العالم الانديه. الحاجه الثالثه والنقطه الثالثه اللي بتكلم فيها بقى، ان الاهلي في ظل هو كان فاتح خطوطه مدي مساحات للانتاج، والانتاج فاتح خطوطه ومدي مساحات للاهلي، الاهلي ما كانش عنده اللاعب اللي يقف ويمسك الكوره تحت ضغط ويلف ويطلع الفريق او يخلي الفريق يعمل ترانزليشن من الدفاع للهجوم. ده ما شفناهوش النهارده. ليه ما شفناهوش النهارده؟ لان قفشه كذا مره كنت بشوف ارض الملعب انه بيميل ناحيه الشمال او بيميل ناحيه اليمين. ده اللي كنت بشوفه انه بيميل على اطراف كتير، ما كانش موجود في قلب نص الملعب، ما كانش بيحاول يساعد اليو ديانج وحمدي فتحي. ده اللي خلى الاهلي النهارده ان هو مش عارف يوصل للمرمى بتاع الانتاج كتير، لان مفيش لاعب يعمل التحولات من دفاع للهجوم. كان بيعتمد ان اليو ديانج يعمل الدرجات او حمدي فتحي يعمل الدرجات ويبتدي يطلع الوينجات، لكن لاعب يمسك الكوره ويحول الفريق من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه ما كانتش موجوده. وده برده مش فاهمه ازاي الاهلي عنده يعني عنده كاس عالم انديه وبطل افريقيا ما عندوش لاعب يقدر يقف على الكوره تحت ضغط. ازاي الاهلي او ازاي لحد دلوقتي موسيماني مصر على حسين الشحات؟ حسين الشحات الشوط الاول ولحد ما جاب الجون حسين الشحات مش موجود. كل كره بتجيله بتقطع منه، كل كره بتجيله عايز يرقص اثنين وثلاثه ويجيب جون، كل كره بتجيله عايز يعمل كل حاجه بالكوره، عايز يرجع لمستواه بالعافيه. فده مش هينفع، ده مش هيدي مش هادي بثماره، لان انت كل ما تعمل كده كل ما الكره تقطع منك، كل ما ينزل مستواك، كل ما التغيرات تبقى عليك، كل ما الضغوط تبقى عليك، كل ما مستواك ينزل لتحت، كل ما انت تقعد على الدكه. لكن لو لعبت السهل، لعبت السلس، لعبت بسيط، هتلاقي نفسك تمام وماشي صح. لكن اذا تقلب ابتديت تفنن هتخسر، هتقعد كتير. لازم موسيماني الماتشات اللي جايه لو حسين الشحات في المباريات اللي جايه لعب زي ما لعب في اخر المباراه كده، اقول لك تمام قوي والعب بيه والدنيا زي الفل. لكن لو حسين الشحات في المباريات اللي جايه لعب بنفس الاداء قبل ما يجيب الجون، لا، قعد حسين الشحات على الدكه شويه وابدا بطاير وكهرباء.
لازم تاخد موقف. وانا برده انا بجد مش مستوعب، انا مش مستوعب الاهلي فريق واخد بطوله افريقيا، فريق عنده كاس عالم للانديه، ازاي ما عندوش باك رايت؟ ازاي ما عندوش لاعب يعرف يستلم تحت ضغط؟ ازاي ما عندوش وينج جارد؟ ازاي حسين شحات؟ انا من وجهه نظري حسين شحات لسه لحد دلوقتي ما جابش مستواه مع الاهلي. لحد دلوقتي حسين شحات ما وصلش الاهلي، ما وصلش الاهلي، ما عملش اي حاجه مع الاهلي لحد دلوقتي. فانت حسين شحات هل تقعد على الدكه وتأتي بيه بالشوط الثاني ممكن يأدي او يعمل حاجه؟ الله اعلم. لكن حسين شحات انا من وجهه نظري ان انت حسين شحات لحد دلوقتي لاعب مش مؤثر مع الاهلي، لاعب ما اداش باي حاجه للاهلي بصراحه. بس الشوط الاول الاهلي خرج 0-0، وكان الشوط الثاني هتلاقي الاهلي نازل محبط والانتاج هو اللي هيسجل، الانتاج كان اقرب انه يجيب الجول. طول الشوط الاول الانتاج هو اللي قريب من المرمى، الانتاج هو اللي قريب انه يجيب الجول. الاهلي متذبذب الشوط الاول. اريو ديانج بعد ما رجع من كورونا ولا كانه نور السيد، لاعب بيفقد كوره كتير في نص الملعب بالضغط، مش عارف يستخلص الكوره، حاجات كتير. لكن خرج الشوط الاول 0-0 والانتاج ضيع كور كتير جدا 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 على مرمى الاهلي. الشوط الثاني بقى كان مغير تماما. اكيد موسيماني اوضه اللبس ادالهم تعليمات ان هم يخشوا الشوط الثاني يبقوا بالشكل ده، النادي داخل هادي مش مستعجل، خلاص قرا المباراه، قلب الانتاج الحربي هيعمل ايه؟ ابتدى يشتغل على المساحات والثغرات بتاعت الانتاج الحربي، شفناها على الثغرات في العمق، في الحته اللي في العمق دي والتر بولي يعرف يعرف يسرق قلبين الدفاع. انا هلعب على والتر بولي، والتر بولي سرق قلبين الدفاع كذا مره. او العمق بالذات اللي اي لاعب يخش فيه هيعرف يستغله، زي حسين شحات في الجون الاول اللي هو والتر بولي خرج بره منطقه الجزاء، سحب معاه مدافع حسين شحات دخل مكانه رفع له تشيب باس، حسين شحات استلم بقى هو جول، الكوره راحت معلول معلول تك الجول الاول. بعد الجول الاول للاهلي خلاص انا قلت الاهلي هيكسب المباراه وبكتير كمان. ليه؟ لان خلاص الانتاج هيفك، الانتاج هيفك، الانتاج مش او لعيبه الانتاج مش بالشخصيه اللي هو يخش فيه جول، فلا يا جماعه يلا نلم بعض، يلا نقف زي ما كنا، يلا نرجع تاني اداء وكأنه ما دخلش فينا جول ويلا نرجع نجيب التعادل. لا، الانتاج مش بالشخصيه دي او لعيبه الانتاج مش بالشخصيه دي، دخل فيا جول هفك، لان انا عايز اعوض، افتح خطوطي، احاول اعمل اي حاجه عشان اجيب جول. وده اللي خلى الاهلي يجيب الجول الثاني. سيري شحات بيعمل 1 2 مع اكرم توفيق، بياخد الكوره بيعمل فينت تك الجول الثاني. اكرم توفيق ده الاسيست الاول ليه، ده في التقدمات بتاعته ان موسيماني بيلعب باك رايت، يعني حتى اكرم توفيق قلت ممكن يلعب باك رايت ويدي له مهام دفاعيه ويطير علي معلول ويحول في في الناحيه الهجوميه، يحول التشكيله ل 3 4 3 او 3 5 2. كنت بفكر في كده، لكن انا شفت لا، انت بتلعب فعلا باكرم توفيق باك رايت بيعمل مهام هجوميه ومهام دفاعيه. جاب جون حسين شحات كده، نزل من على الدكه، عمل على طول موسيماني ثلاث تغييرات، خرج والتر بواليا، خرج كهربا، خرج قفشه، نزل شريف، نزل طاهر، نزل وليد سليمان، واتى بسمارو الحاوي. الحاوي نزل جاب جون اول عالمي. اكرم توفيق بيرفع عرضيه على الطاير على طول، ما استناش حتى تنزل على الارض، نزلت بشماله السحريه، الكره بتعمل بند وتخش في البعيده، جون عالمي عالمي من 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 وليد سليمان. بعد كده الانتاج جاب جول، فوليد سليمان تقريبا اتعصب فخد الكوره تاني ومدافع الانتاج في عمق الملعب بيلم وبيحط وبوم صاروخيه، والهدف الرابع للاهلي. وليد سليمان بينزل من على الدكه بياتي بثماره، لسه اديني في العتاق يا وليد، اديني فعلا في العتاق. ياما في الجراف ياما في الجراف يحاول، لما انا كاتب في الثام نيل كده، ياما في الجراف يحاول فعلا. الاهلي بيقدم الشوط الثاني افضل بكتير من الشوط الاول. الاهلي عنده بعض المشاكل لازم يصلحها، موسيماني عنده بعض المشاكل وبعض الثغرات لازم يشتغل عليها. اللي انا سمعته ان الاهلي مش هيعمل صفقات ثانيه، لكن لا، الاهلي محتاج شويه صفقات، محتاج وينج رايت بديل لحسين شحات، محتاج صانع العاب مع قفشه في ظل غياب نصر ماهر للاصابه، محتاج لسه محتاج شويه صفقات لازم تشتغل عليها. انت رايح كاس عالم للانديه مش هتلاقي فرق سهله، تلاقي فرق غشيمه وفرق تقيله قوي، تلاقي فرق بقى في الدوري المصري، لا 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 لا، ولا حتى في افريقيا، تلاقي فرق تقيله قوي 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 قوي. بس في الاول والاخر ده رايي انا في مباراه الاهلي والانتاج الحربي، ورايي في موسيماني. لسه موسيماني ما قيمتوش، لسه مش هقيمه دلوقتي، لسه شويه قبل ما اقيم موسيماني. بس في الاول والاخر ده رايي انا، قول رايك انت في الكومنتس، وقول لي هل الاهلي بالاداء دوت هيقدر يعمل حاجه في كاس العالم للانديه، ولا زي ما يروح زي ما هيرجع؟ قول لي رايك في السؤال ده في الكومنتس، ولو حلقه جديده متنساش تعمل لايك، واول ما تشوف ننزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس ونجيلك كل جديد عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعت الفيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت.
ويعمل شير على الفيسبوك، على تويتر، وكمل على مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.